جميل جدا. خلينا، انت ذكرت الاحصاءات، منظمه الصحه العالميه في المملكه العربيه السعوديه عندنا الرجال تقريبا حوالي 60% بدناء او عندهم زياده وزن او سمنه. حوالي 70% 69 بالتحديد من النساء عندهم سمنه وزياده وزن في المملكه العربيه السعوديه. في الخليج الكويت اكثر الناس عندهم حوالي 80% والامارات بعدهم واحنا ثالث. للاسف سمنه مفرطه جدا. نعم. ويعني كل تقريبا يعني لما نصل ل 60 70% معناته معظم السكان بهذا الشكل. 500 ألف وفاة، رقم مخيف جدا. صح. سنويا في 2010 هذه حسب منظمة الصحة العالمية. بسبب السمنة 500 ألف وفاة، يعني تصوري ولا وباء في العالم كله. صح. جدا 100 ألف وفاة سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه 2005 إحصائية. 100 ألف وفاة يوميا، يعني تصوري 1000 شخص يموتون يوميا بسبب العالم كله مفروض يثور. طبعا انت سالتي ايش سوينا احنا، طبعا الولايات المتحده امريكا كندا اوروبا عندهم انشطه. يمكن لما ننظر الى انه البيت الابيض وميشيل اوباما. صح. على قمه الهرم بدات من البيت الابيض ومن حتى حدائق البيت الابيض وزارت المدارس وبدات تشتغل بحركه كما ذكرتيها لنتحرك او للتسمم، وهي موجوده على الويب وفيها بعض الانشطه المفيده على الانترنت. فاذا بداوا يعني من قمه الهرم انه يا ناس لازم ننتبه، يعني هذا فعلا لازم استراتيجيه وطنيه كبيره. صح. احنا في السعوديه وفي الدول العربيه للاسف لا نرى استراتيجيات. الان في لجنه عربيه وتشرفت ان اكون عضو فيها مع زملاء اخرين من الوطن العربي، انه نحاول نوجد استراتيجيه على مستوى الوطن العربي لمحاربه السمنه وايجاد انظمه. اتمنى ان نحاول نطبقها. اذا احنا في بدايه الطريق من اجل ايجاد استراتيجيات. نعم. الاستراتيجيات تتعلق بامور يمكن ناقشها على عده محاور، يعني لازم نوجد محاور مختلفه لمكافحه السمنه. لا الاسره تكفي ولا البيت يكفي ولا المدرسه تكفي ولا المؤسسه اللي هو زي الامانات والمدن تكفي، كل هذه مع بعض ان شاء الله تحقق. نعم. الهدف يعني. ولكن دكتور اين تكمن المشكله تحديدا؟ هل في الفرد، المجتمع، البيئه او بالكل؟ شكرا اخت رولا، لانه للاسف ما زلنا نظلم الافراد انهم هم سبب السمنه. لا تاكل، انت اكلك كثير، انت المشكله. الفرد صحيح له جزء ولكن ليس الجزء الرئيسي، البيئه هي العامل الرئيسي للسمنه، وهذه دراسات العالميه اثبتتها انه البيئه هي الاساس. ماذا تقصد يعني بالبيئة؟ في ناس عاشوا في بيئات معينه صحيه سليمه، يعني مثلا لو نظرنا الى الفرد من يوم في يومه المثالي من البيت الصباح الى اخر اليوم. نعم. سيء جدا، تجد في البيت الاكل غير صحي، وهذه نتيجة المشتريات اللي من السوق غير صحية، ولأن الغذاء الصحي المتوفر في الأسواق غير متوفر. يعني أنا لما أقول لأسرة عندي مثلا أو ناس عندي في العيادة أروحوا يشتروا مثلا سناكس أو حاجات أكلات خفيفة صحية، يقول لكم منين أحصلها؟ ما حصلتها، كل اللي موجود للأسف في الماركت غير صحية، كل اللي موجود في المطاعم غير صحي. إذا هذه الأشياء الخيارات اللي بختار منها غير صحية في البيت، إذا كل ما يدخل البيت للأسف في معظم 90% غير صحي. المدرسة عندنا مقاصف سيئة، أكل سيء، غذاء موفر غير جيد نهائيا لا يساعد على الصحة. كانت زمان تغذيتنا ممتازة، الحين للأسف كانت سيئة. تعالي للرياضة في المدرسة، الرياضة عندنا في السعودية ساعة في الأسبوع، وساعة للأسف البدناء معروف عنهم أنه ما بيلعبون. البدين أنت استريح خليك، لأنه ما نبدأ نتعبك علشان ما تسوي رياضة، خليك ارتاح حبيبي. أيوة ارتاح وما في مشكلة، وإحنا بنلعب نيابة عنك. أو أنت خليك حارس مرمى علشانك بدين، ما في داعي. إذا ما هي جزء من نشاط المعلم، ما هي جزء من فكره انه انا عندي قائمه، انا عندي يسمونها اوبجكتيف، انا كمعلم رياضه او نشاط بدني لازم انه هذه الاساسيات ابني لياقه الطفل. صح. اخليه يتعود ينشط معين، نشاط رياضي معين ومهاره، بعدين المهاره تجي في الاخير. لكن للاسف هذه غير موجوده. انت تجد المعلمين يسولفون ويتكلمون ويعذروني اني اتكلم عن الواقع، بس هذه حقيقه، هذه الحقيقه يتكلمون. والرياضه واللياقه البدنيه، اذا المدرسه هي مشكله كبيره. اتمنى اني اجد يوميا رياضه في المدارس، وهذا ما هو صعب، اني اجد 30 دقيقه الى نص ساعه يوميا في المدرسه للنشاط البدني بنظام معين. ثم بعد المدرسه ايضا يوجد نشاط بدني متكرر، بمعنى انه هذه المدرسه تتحول بما فيها من مسابح ونشاط رياضيه، ويسمونها المدرسه النموذجيه. نعم. بحيث انه يتحول الى نادي يشرف عليه تربويين ومتخصصين، ويوفر الخدمه مجانا من 4 مثلا الى 6 ومن 4 الى 8 لكل الاسر. صح. وممكن يوفر لهم نقل. اذا المدرسه هذه مسؤوليه ولازم تكون ضمن الاستراتيجيه. واتمنى من التربيه والتعليم وان شاء الله انهم يتبنون هذه الافكار انها تكون موجوده على نمط في المدارس. أكيد. كل حي في مدرسه نموذجيه، كل الاطفال يروحون لها بعد الدوام بعد الدراسه ويمارسون كل الانشطه اللي يستمتعون فيها برقابه بنظام موحد وتحت خبراء. أكيد. ايضا نجي للمدن. المدن للاسف فين الاماكن اللي يقدر يمشي فيها الواحد براحه وبامان؟ قليله جدا. يعني الرياض يمكن فيها اكثر من مكان، لكن المناطق الاخرى للاسف غير موجوده.
نجي مثلا للأماكن اللي ممكن الطفل أو الشخص الصغير أنه يركب سيكل أو يلعب رياضة أو يتمشى قليلة. مع أسرته أو الأسرة كلهم يطلعون غير موجود. نجي مثلا أيضا اللي هو مثلا أماكن أخرى للحدائق معينة فيها رياضات فيها شيء ومراقبة ومشرف عليها وبنمط غير موجود أيضا. يعني إذا نعم الخطأ بالأساس في البيئة مثل ما ذكرت دكتور البيئة يعني للأسف كل جوانبها مؤاتية. وللأسف صح. إحنا ما هي في خططنا أخت رولا ما هي خططنا للأسف ليس هناك يعني أكيد خطط لحل هذه المشكلة ولكن هناك محاولات مثل ما قلتم في هذه الورشة مثلا هناك محاولة لتغيير سلوكيات خاطئة ممكن تكون في حياتنا دكتور عايض يعني مثل ما بتعرف حضرتك وأكيد نخبر مشاهدين أنك أنت حتكون بفقرة أسبوعية كل يوم سبت إن شاء الله برنامج يا هلا حتحكي فيها عن مشاكل السمنة وأيضا حتتناول حالات متنوعة ومختلفة يريد تعطينا فكرة وتعطي مشاهدينا فكرة سريعة وبسيطة عن هذه الحالات اللي حتتناولها أنا أولاً أنا أشكر الزملاء في روتانا والأخوان اللي تبنوا هالفكرة الجيدة اللي راح إن شاء الله تكون مؤثرة في كثير من الأشخاص. إحنا بنعيش معهم واقعهم يعني في مرضى كثير يعني سعداء جداً ومشاركون معنا ونعيش واقعهم. كثير من المرضى بيسأل أنا إيش يصير لي أنا قبل العملية إيش التفكير اللي يدور في ذهني في عمليات السمنة وبعدين لما أروح العملية إيش بيصير لي أثناء العملية لما أدخل المستشفى لما تسوى لي العملية بعد العملية إيش النظام الغذائي كم ممكن أفقد وزن إيش المشاعب اللي واجهها في شيء اسمه سبورت جروب أو المجموعات المساندة يمكن أكثر شيء وهذا المرضى اللي يسمعوني مرضاي مثلا لما يسمعون أكثر فائدة يستفيدون منها لما يجون في العيادة ويكونوا في غرفة الانتظار ويسمعون قصص إيش قصص مثلاهم يعني من النساء والرجال يسمعون قصصهم أنا صار لي وأنا نزلت وزني 20 و30 كيلو وهذه المشكلة جتني وتغلبت عليها بهذه الطريقة هذا اللي راح نبينه في برنامجنا حتعيشون معانا إن شاء الله في الفقرة إن شاء الله المشاهدين الكرام راح يعيشون في هذه الفقرة في قصة كل مريض من البداية إلى النهاية إلى أن ينقص وزنه إلى مارس حياته طبيعي وبعدين تكون أنت عندك رؤية أيضا في عمليات السمنة في مشاكل السمنة في التغلب عليها يعني عندنا 30 مرض للسمنة ممكن إن شاء الله كل حلقة تجدون نتناول. جزء من هذا المرض كيف أن نحله مع هذه المشكلة أكيد يعني هاي طريقة من طرق اللي إحنا حنحاول فيها لحل مشكلة السمنة كل الشكر لك دكتور عايض القحطاني استشاري جراحة المناظير والسمنة والمشرف على كرسي الأستاذ علي الشهري للسمنة بجامعة الملك سعود ومثل ما ذكرنا مشاهدينا إنه حتكون هناك فقرة أسبوعية مع دكتور عايض كل يوم سبت إن شاء الله برنامج هلا حنتناول فيها مشاكل السمنة وحالات مختلفة ومتنوعة أيضا.